السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته للمواجهة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستجمعه غدا مع المنتخب الروسي المستضيف على ملعب لوجيانيكي في العاصمة الروسية موسكو. وأجرى المنتخب السعودي آخر تدريباته اليوم تحت إشراف معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، حيث اجتمع مع اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى جهدهم لتحقيق آمال الشعب السعودي، مؤكدا أن الجميع واثق بقدراتهم وإمكانياتهم وأن الفرصة مواتية أمامهم لكتابة تاريخ جديد للكرة السعودية. ونطلق بعد الاجتماع تدريبات المنتخب بقيادة المدرب خوان بيتري بتمارين الإحماء ثم تمارين الكرة العرضية والتهديف على المرمى في حالتي الدفاع والهجوم. بعدها تم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية بدون كرة للاعبين الذين سيشاركون غدا بصورة رئيسة. عقب ذلك تم إجراء تمارين الإطالة